اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. احنا اليوم كنتوالدوا في منطقه درب غلاف. كي كتشوفوا الاجواء في مدينه الدار البيضاء خاويه لانه اليوم ويكند والطريق خاويه لانه ما كاينش الخدمه. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكونوا في احسن الاحوال. كي كتشوفوا فقرار منع الصالونات والحمامات في مدينه الدار البيضاء اللي كيخلي خاويه بزاف ديال الحوايج. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بشريقاتكم، صباحكم مبروك. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده وتكونوا على خير وبخير. اللي كتشوفوا فشوارع مدينه الدار البيضاء كتعرف هدوء كبير لان اليوم ويكند الطريق خاوية. صباحكم مبروك فاطمة عيد صالح، تحية لك اختي فاطمة زهرة. نتمنى ان شاء الله تكوني على خير وبخير. نقراكم الطريق ديال نورتين كيقول لي ان شاء الله الامور تمشي مزيان. اللهم امين يا ربي، الله يجعل ان شاء الله الايام كلها تكون على خير وبخير وتكون الامور مزيانة. صباح النور عالية، صباح النور عبد الرحيم الصاري. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكونوا باحسن الاحوال. اجواء مدينه الدار البيضاء كتعرف واحد الهدوء لان اليوم كيف كتشوفوا يوم عطله. قروني من الجو في مدينتكم كي غادي مع الحاله الوبائيه. نزيدو ناكدو ان لازم احترموا تدابير السلامه الوقائيه. هادو كلهم تدابير احترازيه لازم نحترموها. عزيز على الناس، عزيز على الناس الناس. خويا علاء صباح النور ديما من الامارات. نشوف لي ساعه نقدر نشوف شي بلاصه حداك. أقول صباح الخير عبد الرحيم الشاري، تحية لك خويا مول كي السوق. عبد الرحيم الله يرفع لنا هذا الوباء يا رب العالمين، اللهم ارفع لنا هذا الوباء والبلاء ان شاء الله يا ربي. الله يحفظنا ويحفظكم من كل شر. صباح الخير مول كيسوق، تحيه ليك لطيفه. صباحكم مبروك اختي، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اجواء التاويل تحيه ليك، ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. الله يرفع لنا هذا الوباء والبلاء ويحفظنا ويحفظ امه محمد اجمعين يا رب العالمين. ان شاء الله تمشي الامور على خير. وكما قال الشيف فؤاد اللهم ارفع علينا هذا الوباء والبلاء. صباح الخير خويا، احنا في الرباط كل شيء مزيان. دابا شويه نهبط للبحر. هذا هشام امغار، تحيه لك اخويا هشام اللي كنأكد عليه انه لازم نحترموا تدابير السلامه الوقائيه. ديروا لي بافيت ديالنا ضروري الزامي. نغسلوا يدينا على شاك فوا ما نملوش لان الوباء باقي كاين وان شاء الله الامور كلها تمشي مزيان. اخويا علاء مهدي زبرا، تحيه ليك اخويا. كي كتشوفوا حتى هنايا ما بقى لي غير نقول لكم اللايف ديالنا وصل النهايه ديالو. كنضرب لكم واحد الجديد في لايف اخر من دابا شويه. تبقاو على خير.